اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده لكل الناس اللي بتحب الباستا، بس عايزين نعملها كوصفه كامله، مش مكرونه وجنبيها بفتيك او فراخ او حاجه مشويه. احنا هنعمل الحاجه البروتين يبقى جوه الباستا نفسها. دلوقتي في اماكن كتيره قوي بنروح بنلاقي ان وصفه الباستا حتى في المنيو بنلاقي مكتوب حاجات، مثلا باستا بالستيك، باستا مع الكفته، باستا مع التشيكن المشويه، باستا بالجمبري. بيدخلوا البروتين ويبقى طبق كامل، بيقدموا لكم الطبق المكرونه جواه الكفته او الجمبري او اللحوم. فاحنا حابين الوقت الجاي نعمل الوصفه تبقى كامله، ما يحتاجش يعني ان احنا نقدم طبق جانبي، بس نعمل سلطة أو جرجير أو سلطة زبادي، حاجة بسيطة جنبها تبقى وصفة كاملة. فالنهاردة أنا حبيت أعمل لكم وصفة أنا جربتها في بيتي كانت حلوة جدا، لكل الناس بقى اللي بتحب الكفتة مع المكرونة اللي بالصوص الأحمر. هنحط لها بقى تاتش ريحان صغير كده يدينا طعم حلو، وتوم مفروم يدي طعم قوي للصلصة، ونعمل صلصة مدخنة. ازاي بقى نعمل صلصة مدخنة هنشوف في الحلقة دي، وازاي نعمل الكفتة المكورة الحلوة المشوية بدهون قليلة برضو، كل ده هنعمله النهاردة. ابتدي معاكم بالمقادير، انا مقسمها لكم صوص وكفته، ده لوحده وده لوحده عشان ما نتلخبطش. عندي باستا الكفته والصوص الاحمر. المقادير بتاعتها عندنا مكرونه سباكيتي، ممكن تبقى بنا، ممكن تبقى اي نوع مكرونه انتوا بتفضلوه. هيتسلق نص سلقه، مش سلقه كامله عشان هي لسه هتغلي مع الصوص الاحمر. عندي للصوص الاحمر توم فريش، توم مفروم، خل، ريحان، ورق لورا، طماطم مشويه في الفرن مش متسبكه، مش هنقعد نسبك على النار، هنشوي في الفرن. الكفته هنعمل ايه؟ عندي نص كيلو كفته، جزء منها احمر وجزء دهون، مش كلها حمراء عشان تستوي بسرعه على النار. الكفته دي مش هدخلها الفرن. عندي بقدونس مفروم، بصل مفروم، بهارات كفته، جوزة الطيب، رشه دقيق هعفر بيها الكفته عشان تستوي على النار بسرعه. هقدم كل ده مع جبنه بارميزان مبشوره، ويبقى كده الوصفه بتاعتي جاهزه نبتدي فيها. عندي اول حاجه هتاخد وقت مني مش الصلصه، يعني انا في العادي الصلصه بتاخد وقت من الناس في التسبيك بتاعها، بيعصروا الطماطم طازه ونقعد نسيبها بقى على النار تتسبك. انا بعمل العكس، انا بدخلها الفرن في الوقت اللي بعمل فيه الكفته، ادخلها الفرن في صينيه فرن، بجيب الطماطم اغسلها كويس قوي واصفيها، واحط لها شويه زيت زيتون صغيرين ورشه ملح وفلفل وبودره ثوم وزعتر، تطلع معايا كده طماطم مشويه اللي هي شويه بنسميها الطماطم البيوريه. اجي اعصرها تبقى مستويه، تبقى بس عايزه تشم النار، تغلي غلوه واحده تبقى جاهزه معايا، في نفس الوقت بتدي طعم المدخن، وبتبقى سهله قوي وسريعه، وكمان بتبقى كريمي كده من جوه، ما بتبقاش لسه فيها البذور اللي جوه. بتطلع ده المنظر اللي بتطفو الفرن لما بتبقى في المرحله دي، نلاقي القشر ابتدى يعمل علامات سودا صغيره، وابتدت كده القشر بتاعها من غير ما نقشر ولا اي حاجه يتفتح لبره، تطلع كده. بنروح مقشرينها بالمنظر ده، وطبعا اي سوائل جوه الصينيه اللي مدخلينها الفرن، الزيوت اللي بتنزل منها بنحتاجها عشان تدي الطعم المدخن ده، بيبقى طعم حلو قوي في الباستا، فطبعا ما نرميش السوائل دي. دي كده بتكون الطريقه اللي انا بعملها، بدخل الطماطم زي ما قلت لكم الفرن تستوي عشان تطلع تكون جاهزه معايا، اعصرها وابتدي على طول اعملها كصوص. في الوقت اللي هي فيه في الفرن بعمل بقى الكفته بتاعتي. فاحنا هنعتبر ان احنا دخلنا دلوقتي الطماطم على صينيه فرن فيها فويل، تبلناها ببودره ثوم، زعتر، ملح، فلفل، شويه زيت زيتون. عايزين ما تبهرهاش خالص، حابينها تبقى ساده حط بس شويه زيت صغيرين عشان ما تلسوعش، وتدخلوها الفرن من غير ما تغطوها ولا اي حاجه من ربع لتلت ساعه، تلاقوها ابتدت تعمل فتحات كده، القشر بتاعها يعمل فتحات ويفتح لبره، وتعمل علامات سودا صغيره قوي زي ما انتوا شفتوا، مش علامات حرقه، علامات صغيره قوي سودا، والجلد ينكمش كده. نطفي في الوقت ده، نسيبها تبرد شويه، نقشرها وتكون جاهزه معانا للعصر. هنعتبر ان احنا دخلناها دلوقتي الفرن على 180 وان هي طلعت وبتبرد. هنعمل بقى دلوقتي الكفته. الكفته عباره عن ايه؟ عندي اللحمه المفرومه وعندي بصل مفروم كويس قوي قوي. الكفتة دي انا مش هدخلها الفرن، فلو في اي حاجة طالعة لبرة ما اتفرمتش كويس هتعمل معايا حروقة، فاحنا طبعا عايزين نتجنب ده. عندي بهارات كفتة، عندي جوزة الطيب اللي هيدي لون حلو للحمة بتاعتي، يفتحها وبيدي طعم حلو مع اي لحمة مفرومة، دايما بقول لكم كده. هنحط ملح مش كتير عشان احنا حاطين بهارات الكفتة،
وهحط رشة فلفل اسود واديها شوية زيت صغيرين جدا، علشان ايه بقى؟ علشان تبتدي تتعجن معايا كده بسلاسة. اشيل بس التصدي من على النار. بشيل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمة دي. ونبتدي نفرك اللحمة كده مع بعض. يبقى احنا حطينا لحمة مفرومة عليها بقدونس مفروم كويس جدا. طبعا لما بنيجي نفرم البقدونس، عشان برضو دي من الحاجات اللي بتسبب غلطات في اي اكلة، ان في ناس ما بتصفيش الخضار قبل ما تفرمه، فينزل معاهم مية جوه اي حاجة بقى، اللحمة جوه اي حاجة. مرحلة التصفية بتاعت الفراخ، بتاعت الخضار، بتاعت اي حاجة بنعملها في المطبخ مهمة جدا، لان المية دي ممكن تلخبط معانا الطعم، ممكن يبقى فيها لسه يعني حاجات مش نظيفة، ممكن تزود معايا السائل فتخلي لي الكفتة فيها مية. لازم نصفي الحاجة كويس قوي. البصل يكون مفروم كويس قوي. وحطينا ايه تاني؟ بهارات كفتة وشوية زيت صغيرين ورشة ملح وفلفل. هناخد بقى الكفتة كده وبنكورها كورة، مش زي بتاعت داود باشا، اكبر شوية. اوكي، ونعمل حسابنا ان هي لسه بتنكمش على النار لان دي مش تدخل الفرن. وبعد ما بعملها كده اكورها كده. طبعا نسبة الزيت الصغيرة اللي انا حطيتها مخليها تفرد معايا بسهولة وحلوة قوي. لازم بدخلها بقى التلاجة تتشمع قبل ما احطها. فالكفتة دي لازم تقعد على الاقل ربع ساعة في التلاجة، ولو قعدت نص تبقى احسن كمان، عشان تستحمل الجريل السخن. لما بندخل الفرن بينفع ان احنا ما نريحش الكفتة شوية، يعني برضو بتفك شوية بس بينفع، بتفضل ماسكة نفسها. لما تبقى حاجة على جريل او على طاسة لو مرتاحتش هتفك 100%. البفتيك، الكفتة، كل الحاجات دي لازم بترتاح شوية، لان احنا عجننا حاجة مفرومة وحطينا لها خضار. لو ما سبناهاش ترتاح ايه اللي هيخلي الخضار يتماسك جوه؟ فبنعمل كده لحد ما نلاقي مفيش اي فتحات والكرة سلسة معانا. حسينا ان هي مش بتتفرك معانا كده بسهولة ومش بتتشكل بسهولة، يبقى هي لسه محتاجة شوية زيت صغيرين تاني. ولا حطينا بيض ولا حطينا بقسماط ولا حطينا اي حاجة تزفر الطعم معانا. نعملها كده بس وهتشوفوا انها هتفضل فاتحة لحد الاخر وطعمها حلو جدا. بعد لما بنكور الكمية كلها بنعمل ايه؟ بنرش دقيق كده مش دقيق تغطية، مش هي مش بفتيك، انا برش دقيق علشان لما ادخل النار تفصل معايا الكفتة عن النار شوية، فاساعد ان هي لحد الاخر تفضل لونها فاتح ومترابطة بس. لكن مش برش بقى الكمية بتاعت التغطية بتاعت البفتيك والبانيه والحاجات دي. انتوا زي ما انتوا شايفين اهي رشة بسيطة جدا جدا. طبعا بدخل الكور دي التلاجة ربع ساعة ترتاح، وبعديها على درجة حرارة عالية او طاسة او جريل بصدمها واقلل بقى درجة الحرارة شوية شوية واغطيها واكمل السوي بتاعها. دلوقتي بقى هطلع فاصل اجيب لكم النسخة واجيب الخلاط بتاعي ونبتدي نعمل الباستا مع بعض. استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعندي بقى دلوقتي جريل سخن شوية حلوين، يعني مثلا سخنته دقيقتين كده. مش بنطلق بقى زيت، يعني هو مش تحمير، هو تشويح، فعايزين كده نهدي زيت شوية، مش هنحط زيت كتير ومش هنحط زبدة كتير. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى كور الكفتة دي وهنصدمها كده. عندي درجة حرارة عالية بس في الاول، اول لما ابتدي تمسك نفسها واحس ان هي خلاص بدأت تترابط كده ابتدي على طول اقلل درجة الحرارة واسيبها تستوي براحتها خالص. هركز معاها بس في الاول وبعديها اسيبها تستوي براحتها خالص. عندي بقى دلوقتي في الوقت ده هعمل ايه؟ عندي هنا الطماطم المشوية، بنعصرها بكل الزيوت اللي نزلت منها او كل المية اللي نزلت منها. بحط كمان مع العصرة دي ايه؟ بحط لها فصين توم يديها طعم حلو قوي، فريش كده حلوين. اخد بقى الخليط ده كده نضربه حلو قوي
وتاخدوا بالكم ان هو مش هياخد وقت في الضرب بتاعه. ليه؟ علشان هو اصلا مستوي كده، هو جاهز معايا. صوص الباستا ده ما بيبقاش خالص عصير قوي، يعني بيبقى سميك شويه عن الكفت عن الصوص العادي، علشان الصوص ده بيبقى معاه لحوم اللي هي الكفته، فلازم يفضل كده ايه سميك شويه، ما بيبقاش ميه كده. الناس اللي بتحب الصوص الاحمر ميه ممكن، بس انا حابه ان الصوص ده يبقى سميك شويه، لما بيبقى ميه كده الكفته ما بتبانش طعمها قوي، فاحنا حابينه يكون متسبك حلو وطعمه مدخن زي الطريقه اللي قلناها ان احنا بنسوي الطماطم نفسها في الفرن، ما بنقعدش نسبكها كتير ولا اي حاجه. معايا دكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه. الو، ازيك يا دكتور؟ طيب اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام. اخبار الصحه النفسيه ايه في الحر؟ الحمد لله والله ماشي زي الفل. قولي يا دكتور، بالنسبه لكل الحالات اللي بتجيلك، في مشاكل تمام بسبب المطبخ والاكل والحاجات دي صح؟ خناقات؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. خليني اقول لك ان طبعا يعني الست ان هي تكون ملمه بتفاصيل المطبخ هو احد مقومات السعاده اللي بتعود على الراجل. الراجل بيكون مبسوط لده لما يكون مثلا مراته او شريكه حياته مهتمه بيه وبتطبخ له وكده. شاطره وبتهتم بتفاصيل معينه، لان خليني اقول لك ان الاكل هو كرغبه من الرغبات اللي بتشبع رغبات الانسان في الحياه. بالظبط، دايما يقول لك كده ايه، كل اكله حلوه هتلاقي نفسك فكيت على طول. وفي ناس عندها الاكل ده مرتبط بالسعاده، يعني في ناس لما بتكون مبسوطه هو فعلا مرتبط بالسعاده، لان هو يعني بيظبط المزاج بتاع البني ادم، وخصوصا بقى اذا كانت الست عندها قدره على كويسه. ايوه، فده بيزود هرمون السعاده جوه البيت. طب انت بتنصح بقى دايما الحالات اللي بتجيلك بايه بالنسبه للمطبخ والاكل وكده؟ لما بيجيلك حد بيشتكي مثلا ان مراته مش مهتمه بيه او ما بتعملوش اكل او كده، تنصح بايه في عصر التيك اواي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ هو الطبيعي ان طبعا لازم اتكلم مع الطرف الثاني اكيد. وانا صح. دايما يعني انا دايما شايف ان الانسان لما بيهتم ببعض التفاصيل فهو في البدايه بيهتم بنفسه. يعني مثلا الست، يعني انا شايف ان في اختصاصات للست بتميزها وبتخليها حاجه مميزه، يعني مثلا ان الست تبقى مهتمه بنفسها. بالظبط، مهتمه بنظافه بيتها، مهتمه حتى كمان بنفسها في الاكله، وان هي تعمل اكلات جديده حتى كمان على تنوع فكره، مش يعني على مستوى مش على مستوى الراجل بس، على فكره على مستوى ان هي لما تخلف بعد كده اولاد، لما تعمل لهم مثلا حاجه النهارده من الحاجات الاولاد بيحبوها، صينيه كيكه، ما اعرفش، بسبوسه، فعلا ده بيعمل سعادة. يعني حاجات بسيطة بس بتعمل سعادة في البيت. على فكرة فعلا هي مش بسيطة، هي حاجات ممكن نتخيل ان هي بسيطة. لا انا مش قصدي بسيطة في المجهود، قصدي يعني بسيطة اثرها النفسي بيكون كبير جدا على البيت. احنا كده حتى كمان يعني لما بنتعلم شم ريحة حتى مختلفة كده ونتلم نتلم حواليها كلنا كده، ده بيدينا نوع من انواع البهجة وبيزود هرمون السعادة عندنا. بالظبط، فده بيخلي حتى كمان يعني في اشباع داخلي بالنسبه للبيت، وفي تحقيق لبعض الرغبات اللي بتبقى موجوده بالنسبه للراجل والست داخل برضه البيت، وحتى كمان لما اولادنا يكبروا ده برضه دي حاجه بتبقى كويسه. هو طبعا زمان كنا يعني واحنا طالعين على اي سلم كان شم روايح مختلفه، وكل البيوت بتبقى طبخه. فعلا فكره التيك اواي اللي طالعه جديده عشان اغلبيه الستات بقوا بيشتغلوا، هي حلوه بتساعد الناس، بس اتلى حاجه كده في البيوت. هي بتضيف بهجة وبتضيف سعادة وبتغير الجو، النكد والكآبة، وبتدينا نوع من أنواع التجديد. صح احنا بنجدد، احنا بنعمل حاجات جديدة. حتى على فكرة ممكن تكون أكلات بسيطة بس بتتعامل بشكل معين، بس المعنى نفسه كبير. بتتعامل بشكل معين، فدي بتضيف نوع من أنواع البهجة. بدليل هقول لك حاجة، لما بنكون مخنوقين نقول لك مثلا تعالى ناكل أكلة في أي مطعم. طب ما هو اللي موجود في المطعم احنا ممكن نعمله في البيت بطريقه نشارك فيه كمان ونتكلم وارخص كمان. يعني حتى كمان ارخص، ده من نوع من انواع التوفير. وشفنا حتى الخطوات بتاعته لحد ما وصل لحد الاخر وبقت وجبه كامله، ونشارك بعض في طبخه. وحتى كمان زي ما قلت لك قبل كده، ان حتى كمان الراجل بيحس كده بارتياح لما مراته مثلا تبقى تعبانه في حاجه هي بتعملها له، وهو كمان لما يجي يشكرها يقول لها مثلا تسلم ايدك، كتر خيرك، الاكل النهارده. عايزين بقى نتك على الحته دي يا دكتور، عشان الناس اللي ما بتشكرش او بتحس ان ده عادي او ده واجب على الستات، عايزين ننصح الناس انه يعني اقل وجبه تتعمل هي في الاخر مجهود، وهي عملتها. بصي،
مش حاجة اسمها عادي ومش حاجة اسمها فرض على أي حد. في حاجة اسمها إن الإنسان اللي عايش في الدنيا أقل درجات اللي ممكن تتقدم له في الحياة هي التقدير والاحترام. والستات بالذات التقدير والاحترام بيخليهم يطلعوا أحسن وأحسن، فلو شافوا تقدير. الكلمة الحلوة للست بتفرق، لأن الست بتهتم بالتفاصيل. ممكن مثلا لو ما قلتش أنت الكلمة دي بطريقة معينة ممكن أنت تحس إن في مشكلة كبيرة والدنيا مش متظبطة. فالتقدير لأي إنسان في الدنيا والست خصوصا ده شيء مهم جدا. وإحنا لما نقول لبعض كلام حلو او لما نستخدم المصطلحات، هو على فكره الاسلوب، انا لما استخدم اسلوب حلو عشان اكلم الانسان اللي معايا على فكره ممكن يعمل اي حاجه بالزبط. في الدنيا هو مبسوط. انا بقول الراجل الذكي اللي بيعرف يقدر الست بكلمات حلوه وتقدير. شمامه وصلت لي وانا في التليفون. تسلم ايدك على كل حاجه انت بتعمليها والله، ودايما كده متعودين منك على الاكلات الحلوه اللي بترد الروح كده. ميرسي يا دكتور، ميرسي لذوقك، ميرسي لنصايحك، شكرا جدا. ربنا يخليك يا رب. اتفضل، مع السلامه. مع عملنا ايه بقى وانا بتكلم مع الدكتور دلوقتي؟ احنا الكفتة ابتدت تغير لونها شوية، ابتدت تبقى لونها افتح، ابتدت تدخل في السوا. في الوقت ده زودت شوية زيت صغيرين عشان ما تلسوعش. انا بدأت برشة زيت بالفرشة زي ما شفتوا، ما حطيتش اي زبدة في الاول علشان الانسجة تتشد كده وتنزل هي دهونها، عشان اشوف هي محتاجة دهون قد ايه. لو كنت الاول زودت الزبدة وبعدين نزلت الكفتة كان هيبقى سايحة كده في بعض، مش هشوف هنا زي الدهون قد ايه، لان ممكن حد بيفرمها يزود لكم الدهون قوي، ممكن حد تاني يخليها حمرة. فخلينا نبتدي بالعكس، نعمل الفرشة بتاعت الزيت عشان ما تلسواش معنا، وبعدين نحط الزبدة لما تبتدي تدخل في السوا عشان نشوف هي محتاجة قد ايه، لان هي هتنزل لكم دهون، دي لحمة مفرومة ففيها نسبة دهون. وحطيت بعد كده الزبدة وبعدين قللت درجة الحرارة شوية بقى عشان تبتدي تستوي من جوه. وفي الوقت ده كنت عصرت معاكم الطماطم المشوية، هغطي بقى عليها عشان البخار يبتدي يسويها من كل الجوانب. وزي ما انتوا شايفين عمالة بقلب فيها وبحرك فيها ما بتتفكش، من غير بيض من غير بقسماط. ليه كل ده؟ عشان ارتاحت. الراحة مهمة جدا، ومهم جدا كمان ان احنا نديها رشة زيت. احط شوية زيت هنا. معايا ايمان من القاهرة. ايوه. ازيك يا ايمان؟ عاملة ايه؟ انا متابعاكي قوي وبجد وصفاتك لطيفه جدا وبستفاد منها، بس عايزه اسال حضرتك على حاجه. اكيد اتفضلي. انا يعني حابه اعرف طريقه بسيطه للبط بالبرتقال. للبط بالبرتقال؟ حاضر. ناس كتير بتستصعبه مع انه صدقيني سهل، بس انا عايزه اخد منك الطريقه، لان انت بتعرفي توصلي الحاجه بطريقه سهله ان انا انفذها يعني. طيب لا حاضر هعملها لك. انت بتغسليه ازاي يا ايمان؟ بالملح والليمون والدقيق والخل طبعا. هو في منقوع اللي هو في حاجه بننقعه فيها علشان ينزل كل زفرته، وكمان سكر. انت عارفه كده؟ لا ما كنتش بحط سكر. لا بنحط مع الخل سكر علشان بس يهدى، يعني ما يبقاش كله خل، نسبه الخل ما بتكتر قوي تخليه يشد برضه. اوكي فاهمه قصدي. وبننقعه ساعه ينزل بقى كل الزفاره، ونشطفه وننقعه يعني تاني. بنقعه من قبلها بالليل ولا من لا قبل؟ لا من قبلها بساعة. قبلها بساعه. اوكي يعني قبل ما تبتدي تتبلي، فاهمه قصدي؟ النقعه بتاعت التتبيله كل ما تقعد كل ما تبقى احلى، قبليها بليله اوكي، بس قبل ما تبتدي تتبلي لازم نقعتين وتشطفيه في النص، يعني يتغسل ويتصفى كويس جدا ينزل كل ميته. اوكي هقول لك الوصفه كامله دلوقتي. ميرسي يا ايمان جدا، شكرا. عندي بقى دلوقتي الزيت ابتدى يسخن، ابتدي احط عليه الثوم المفروم والثوم الفريش. قصدي اعمل نوعين الثوم علشان حبه الطعم لحد الاخر يبقى قوي كده. احط له كمان الريحان واقلب كده بسرعه جدا 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 جدا. طبعا الطاسات الستانلس ستيل دي في ثانيه بتحس بدرجه الحراره. الطاسه كانت سخنه شويه، هعمل كده بسرعه جدا 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 جدا. الثوم بتاع الباستا ما بنسيبهوش يغمق، يعني هو بس يشم النار كده زي ما انتم شايفين. نزود على طول العصير. بصوا بقى السهولة والسلاسة بتاعت الصوص لما بيكون معمول في الفرن، بيبقى اسهل جدا جدا من لما تقعدوا بقى تسبكوا وتستنوه والكلام ده اسهل جدا.
وما بياخدش اي وقت ويطلع سميك زي ما انتوا شايفين اهو، فيه ريحه حلو كده، عامل طبقه كريمي لطيفه جدا. بسيب بقى كل ده كده يتسبك، وبزود له شويه خل صغيرين جدا، معلقه ممكن نستغنى عنها للناس اللي مش بتحب الخل، وورق لورا. فاحنا شوحنا في زيت الثوم الفريش والعادي، نزلنا عليهم بالريحان على طول، اخد التشويحه بتاعت الثوم، نزلنا عليهم بصوص الطماطم اللي معصور في الخلاط اللي كان اصلا مستوي في الفرن، مشوي في الفرن، وديته دلوقتي الورق اللورا. اقلب بقى الكفته دلوقتي معاكم. بصوا مفيش اي لسعه، ماسكه نفسها وجميله، لونها حلو قوي كده، هي تمام جدا. والصوص اهو بيتسبك معايا بسرعه جدا، مش هياخد وقت عشان خطوه الفرن، وهتلاقوا طعمه مدخن وجميل جدا جدا. هطلع بقى فاصل وارجع اقول لايمان البط ونكمل مع بعض الباستا. ريحة تحفة، ريحة البقدونس مع الريحان مع خلطة الكفتة مع الكفتة بقى كل دهونها اللي نزلت، ريحة بجد خطيرة. بصوا الصوص بتاع الباستا ثانية غير لونه، ماسك نفسه مش محتاج يتسبك، لونه فاتح وجميل، مش محتاجة حتى ازود له معلقة الصلصة اللي بنزودها للسمك، هو جميل وطبيعي بسرعة جدا، او مشم النار على طول عشان خطوة الفرن دي. بصوا الكفته ماسكه نفسها ازاي، استوت اهي على النار عشان حطينا الزبده في النص مش من الاول، مفيش اي حروقه، اللون بتاعها فاتح مستويه حلو قوي، مسكت نفسها حلو، مش حاطين بيض مش حاطين بقسماط، حلو جدا جدا كده. نبتدي بقى دلوقتي نعمل خطوه غريبه شويه، هناخد بقى الكفته دي وابتدي اطلع الكفته دي على جنب كده، وهاخد نفس الطاسه او الجريل اللي احنا قلبنا فيه الكفته، وهحط له الباستا اللي اتسلقت نص سلقه، ياخد الدهون اللي نزلت من الكفتة وياخد طعم اللحمة الحل عشان يبقى كله كده واخد طعم بعض، ميكس حل. طبعا ده ما بيترميش، زي بالظبط لما بنيجي نعمل ستيك بنروح شايلينه واخدين النزل منه، ونبتدي نشوح توم ونعمل الصوص البني، نفس الكلام هعمله مع الباستا عشان تاخد دهون اللي نزلت من الكفتة، فيبقى الطعم عندي فيه ترابط كده. مكرونة دي مسلوقة نص سلقة عشان الخطوة بتاعت التشويحة اللي هنعملها دلوقتي دي، لو سلقناها سلقة كاملة مش هتستحمل التشويحة وهتبتدي تتقسم مننا نصين. بصوا بقى تاخد طعم حلو جدا عشان الكفتة. ابتدي بقى ابهر الصوص بتاعي ملح وفلفل، انا بحب قوي اعمل حاجات اللي فيها تشويح التوم في طاسة ستاند ستيل عشان بتشرب كده النار على طول، اي صوص او اي توم او اي حاجه بتوزع الحراره حلوه قوي، فيعني انصحكم ان انتوا تعملوا كده برضو، جربوا الموضوع ده هتلاقوه مفيد معاكم. هشيل بقى ورق اللورا وكده، هي اتبهرت معانا حلو، نشيل بس ورق اللورا عشان ما يدخلش في التقديم بتاعكم، هو بس للريحه. الله على الصوص تحفه. نبتدي نحطه على الباستا كده وبعديها نقدمه مع الكفتة. عايزة اقول لكم ان في مطاعم دلوقتي بتقدم الوصفة دي في طاسة بتاع التقديم اللي بيتشوح فيها الصوص، بيقدموا الصوص على الباستا على الكفتة او على الفراخة او على اي حاجة كله في الطاسة، يبقى جايلك سخن كده بالنار بتاعته. برضو من الافكار الحلوة اللي عجبتني، يعني ممكن يتقدم في الجريل ده كده. هو الصوص يعني متسبك في الفرن
وقعد اخذ غلوه على النار، فمش محتاجين حتى ان احنا نسيبها معاه وقت على النار، هو سخن وهي كانت سخنه، مش محتاجين نسيبها بقى تتهري، هي بس ايه تحس بالنار كده. بنقلب الباستا من تحت لفوق عشان ما تتهريش كده، عشان ما تقعدش تتهري معانا. بحركها اهو بمنتهى السهوله، ولونها جميل وفاتح، وريحه الريحان عندي جباره. ابتدي بقى دلوقتي اخر حاجه خالص، جربوا الباستا دي، من انواع الباستا الجميله للناس اللي بتحب الريحان، والناس اللي بتحب الكفته جدا بكل انواعها يتبسطوا قوي منها. نزل بقى الخليط ده كده، الله على جمال الصوص بجد، ولونه الفاتح الحلو، ما بحبش اللون المتسبك الغامق، اللون كل ما يبقى فاتح كده يبقى انتوا عاملين الحاجه صح وجميله. بصوا الجمال بتاع الكفته جميله ازاي، ونحط كده الكفته في النص. اهي وصفه ما خدتش اي وقت، قلنا هنبتديها في الاول ان احنا ندخل الطماطم الفرن، وبعد ما ندخلها الفرن نكون بنعمل الكفته عشان نقسم وقتنا صح. تطلع الطماطم يكون الكفته ابتدت تستوي، نبتدي نعصر الطماطم ونديها الغلوه، تكون الكفته خلاص ابتدت تستوي خالص، نطلعها على جنب زي ما عملت هنا، نحط الباستا على الصوص بعدين الكفته زي ما عملت، وتبقى تمام جدا كده. نحط بقى شويه جبنه بارميزان كده على الوش. ممكن شوية زيتون، يعني كل الإضافات اللي انتوا بتحبوها على الباستا ومتعودين عليها تقدروا طبعا تقدموها. النهاردة عملنا مع بعض الصوص الأحمر المدخن، عملناه بطريقة مختلفة، ما عملناهوش ما سبكناهوش في وقت كبير، عملناه في الفرن، وعملناه بالباستا وصفة مختلفة شوية عن العادي ان احنا نقدمها كطبق جانبي مش جواها. اخدنا البهاريز اللي نزلت والدهون اللي نزلت من الكفتة وقلبنا فيها الباستا لوحدها عشان تاخد طعم الكفتة كده، ويبقى الصوص كله فيه ترابط حلو. وصفة مختلفة، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني دايما في حلقة جديدة من سفرة دايما. شكرا.